بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في برنامجه من أحكام الصيام، حيث كنا في الحلقة الماضية قد تحدث فضيلته عن مفسدات الصوم. وفضيلة الشيخ صالح، بودنا في هذه الحلقة وفي هذا اليوم الفضيل المبارك أن تستكملوا ما تبقى من حلقة الأمس، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تناولنا في الحلقة السابقة مبطلات الصوم، ومما يلحق بها كل ما يدخل إلى الجوف، كل ما يدخل إلى الجوف يعني إلى البطن، داخل البطن، وذلك مثل المناظير التي تدخل في المريض لأنها يصحبها دواء ويصحبها ماء وتدخل إلى الجوف بهذه الأشياء، أي تفسد الصيام. وكذلك غسيل الكلى، فإن بعض الناس يصاب بمرض الكلى فيحتاج إلى غسيل، فإذا كان يوم الغسيل وغسل في النهار وهو صائم فإنه يبطل صومه لما يصحب هذه العملية من مياه وأدوية تدخل إلى جوفه. نسأل الله سبحانه أن يشفي مرضى المسلمين. فإذا كان يوم غسيله فإنه يعتبر مفطرا بالغسيل، ولكن يمسك بقية يومه إذا قدر على ذلك، ويقضي هذا اليوم الذي حصل فيه هذه العملية. وكذلك الحقنة التي تؤخذ عن طريق الشرج وتصل إلى البطن والمعدة، فإنها أيضا تسري في العروق ويكون مع تكون مصحوبة بماء وأدوية، فهي تفسد صيام الصائم. فعلى الصائم أن يتجنب هذه الأشياء إذا أمكن، يتجنبها في النهار ويجعلها في الليل، فهذا أتم وأحوط. وإذا احتاج إليها ولا يقبل الانتظار إلى الليل فإنه يفعلها ويقضي هذا اليوم لأنه مريض. الله جل وعلا يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، حفظكم الله. هناك بعض الوقفات في هذا الموضوع فضيلة الشيخ، مثل القطرة في العين أو في الأنف. القطرة في الأنف تفطر الصائم إذا وجد طعمها في حلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق يعني في الوضوء. نعم. إلا أن تكون صائما، فدل على أنه لو بالغ في الاستنشاق متعمدا وهو صائم ووصل الماء إلى حلقه أن ذلك يفسد صيامه، لأنه بمعنى الشرب. أما القطرة في العين فالأحوط أن يتجنبها الإنسان في النهار ويستعملها في الليل، لأن بعض العلماء يرى أنها تفطر الصائم لأنها تذهب إلى الحلق أيضا ويجد طعمها في حلقه. نعم، حفظكم الله. بعض النساء تتذوق الطعام أثناء إعداده، فهل هذا مفطر؟ يباح للصائم أن يتذوق الطعام ليعرف صلاحيته أو عدم صلاحيته، ولكن يمج، يتذوقه في فمه فقط ثم يمجه ولا يبتلع شيئا من ذلك، فإن ابتلع شيئا من ذلك متعمدا فسد صومه. وأما لو وصل إلى حلقه بغير اختياره أو ابتلعه جاهلا إن هذا لا يؤثر على صيامه. نعم. بالنسبة أيضا فضيلة الشيخ للسواك،
السواك يستحب للصائم ولغيره لأنه سنة مؤكدة. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا دلة تدل على مشروعية السواك مطلقة في رمضان وفي غيره، لأنه استعمال للسواك في الفم والفم في حكم الخارج، لكن لا يتعمد أن يبتلع شيئا من ما يتفتت من المسواك، أو إذا كان له طعم فإنه لا يتعمد ابتلاعه بل يدفله ولا حرج عليه في ذلك. وأما من قال إن السواك إنه يذهب رائحة الصيام المحبوبة عند الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فينبغي للصائم أن يبقي هذه الرائحة والسواك يزيلها، فنقول له: لا، السواك لا يزيل هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة ليس منشأها من الفم ولا من الأسنان، وإنما منشأها من المعدة، لأنها عبارة عن الأبخرة التي تتصاعد من المعدة عند خلوها من الطعام، فهي تكون مع النفس وليست في الأسنان واللثة، فيستعمل السواك في فمه وأسنانه ولثته، ولا يكون لذلك تأثير على رائحة الصيام المنبعثة من معدته. نعم. بعض الناس شفاهم الله مصابون بمرض الربو، وهناك من يصف لهم من الأطباء بخاخ لاستنشاقه، فهل هذا من المفطرات؟ أنا عندي إشكال في هذا، فإن كان يستطيع أن يؤخرها إلى الليل فإنه يؤخر استعمال البخاخ إلى الليل، لأن ذلك أحوط لذمته وأبرأ لصيامه. وإذا لم يستطع فهناك فتاوى من اللجنة الدائمة في إباحة تناول دواء الربو الذي هو البخاخ، تناول البخاخ، ويعتبرونه لا يؤثر على الصيام. أما أنا فمتوقف في هذا الأمر وأرى أنه يؤخره إلى الليل. نعم. حفظكم الله، من أكل أو شرب ناسيا واللقمة في فمه وفي فيه ماذا يعمل بها؟ إذا تذكر وهي في فمه فإنه يلفظها. نعم. ولا يبتلعها، أما إذا ابتلعها ناسيا فلا حرج عليه. نعم. وعلى من شاهده وهو يأكل هل يأثم إذا لم يذكره بذلك؟ نعم، ينبغي له أن يذكره. بعض العلماء يقول لا يذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، ولكن الصحيح أنه يذكره لأنه يراه على خطأ فلا يقره على هذا الخطأ فينبهه، وهذا من النصيحة. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أحكام الصيام مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. حتى نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.